نصيحتي لنفسي ولك معي، اسمع كلامي جيدا، لكي ترتبط بالله دوما فتجد أن هناك فرج يأتيك من حيث لا تشعر. من هو الملك الذي قال عن نفسه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إلا الله جل جلاله، لأن الله تعالى إذا وعد لا يخلف وعدا قطعه على نفسه. أيها الإخوة الكرام، هناك عبادة سهلة عظيمة عند الله عز وجل، ليتنا نحرص عليها لمصالحنا، إنها عبادة الذكر. وأنا لن أقف أمامك الآن لأعد لك أنواع الذكر، أن من سبح فله كذا ومن قال كذا فله كذا، لا، أنا أريد أن أوضح لك أهمية الذكر في حياتك، لأنك إذا عرفت أهمية الشيء تمسكت به. الآن المريض يتحمل الدواء يمكن 10 حبات في الصباح و10 في المساء يتحملها، لماذا؟ لأنه عرف أهميتها لجسده. أنت لديك جسد ولديك روح، روحك خالدة لا تفنى، هذه الروح سر من أسرار الله، إذن أنت سر من أسرار الله عز وجل. هذه الروح غذاؤها لا يعلمه إلا الله، هذه الروح إذا صرخت وزكت حياتك تكون طيبة. ولذلك لو أنا وقفت أمامكم الآن وقلت لكم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله أنه قد حدث كذا وكذا، ستصدقونني لأني كررت اليمين 3 مرات. فما بالكم إذن إذا كان الله جل جلاله يقول كلاما ويقسم عليه 6 أيمان متتالية، ألا يستحق أن نصدق هذا اليمين؟ أقسم الله فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 أيمان يقسم بها الله. على ماذا كن هذا القسم يا رب؟ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن الله يقسم لك أنك لن تفلح إلا إذا زكت نفسك. فبماذا تزكو النفس؟ هل تزكية النفس تباع؟ تزكية النفس بذكر الله عز وجل. إذن أول أهمية للذكر أن تعلم أن صلاح حالك بصلاح روحك، وصلاح روحك لا يكون إلا بالدواء الذي قاله الله عز وجل، ألا وهو تزكية النفس. كيف تكون؟ بالإكثار من الحسنات والإقلال من السيئات. طيب، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتعلق بالروح. إذن هذا الإيمان ما الذي يزيده؟ الأعمال الصالحات. ما هو أسهل عمل تجلب فيه الحسنات؟ ذكر الله عز وجل. أعطيك مثال، إذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سيصب في ميزان حسناتك عدد خلق الله حسنات. من يحصي عدد خلق الله؟ كم في البحر من سمكة؟ وكم في السماء من ملك؟ وكم في الأرض من دابة؟ من يحصيهم؟ كل هؤلاء بعددهم يصب في ميزانك حسنات. أرأيت الذكر؟ سهل عظيم الأجر. لماذا قال عنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون، يعني آخر أمة، الأولون يوم القيامة؟ لماذا؟ لأننا نسبق الأمم بمثل هذه الأعمال، أعمال يسيرة ذات أجور عظيم. ثالثا، اعلم يا كريم أنك أنت محتاج لله، فلا تجعل ربنا ينساك، لا تجعل ربنا ينساك. كيف؟ اسمع إلى الله وهو يقول لك، يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه.
إذن ما دمت تذكر الله فإن الله يذكرك. فإذا كان الله يذكرك الملائكة ستذكرك، وسيسطر اسمك ويجلجل في السماوات، ثم سيطرح لك الله القبول. ما الدليل؟ يقول الله تعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. إذن هذا الذكر وهذا العمل يعظم ارتباطك بالله عز وجل. ثالثا أو رابعا، اعلم أن هذا الذكر سبب لنجاتك بإذن الله يوم القيامة. انتبهوا لهذه النقطة يا أخي. نحن أمامنا يوم القيامة مجموعة من المواقف التي تتدخل فيها حسناتنا. نحن لن ندخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، لكن هناك مواقف ستحتاج فيها للعمل الصالح. موقف الحساب أمام الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. العبد الذي يأتي بإيمان وحسنات وأعمال صالحات مقامه أعظم من الذي يأتي خاوي اليدين. المقام الثاني الميزان. ما الذي يوزن؟ الذي توزن أنت وعملك، فإن رجحت كفة العمل الصالح أبشر بالخير. المقام الثالث مقام المرور على الصراط. هل تعلم أن الصراط الدحض المزلة سوف تمر فوق النار؟ هناك سوف يعطيك الله نور، النور على قدر ماذا؟ على قدر أعمالك الصالحة. وكلما زادت كلما زاد وهجك ونورك. ولذلك المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، مرادهم في ذلك الموقف أن يتمم الله له نورهم. أيضا هناك موقف آخر وهو موقف القنطرة التي بين الجنة والنار. كل هذه المواقف أنت تحتاج فيها للحسنات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: تعلمون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم ولا دينار عنده يا رسول الله؟ قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وكثير من العمل، لكنه يأتي وقد شتم هذا. الآن ماذا يحدث؟ حقوق تسدد، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، وفعل وفعل، ثم تؤخذ من الحسنات وتوزع على خلق الله. إذن أنت محتاج إلى العمل الصالح حتى ينفعك في تلك المواقف. فاحذر يا أخي أن تزهد بهذه العبادات التي ترفع رصيدك عند الله عز وجل. أنا أسألكم وأسأل نفسي معكم، قبل 5 سنوات و4 أشهر و3 أيام أتعلم أين كنت؟ أتعلم ماذا قلت؟ أتعلم ماذا كتبت؟ هل نسيت أن الله يقول: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ هل نسيت أن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ نحن ننسى وكل شيء مسجل. ومن شدة عدل الله أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن انتبه، أنت محتاج للعمل الصالح. فيا أيها الأحبة، من هنا أوضح لك ولنفسي معك أهمية الذكر. الذكر ليس فقط دعاء تدعو به ثم يحفظك الله في تلك الليلة، لا، هذا يعني ثواب. لا لا، الذكر أعظم. الذكر يربطك بالله، هذا مختصر الكلام الماضي، ركزوا معي. الذكر يربطك بالله فلا ينساك الله. الذكر يعظم لك الأعمال الصالحات والحسنات. الذكر يعينك على سداد الحقوق يوم القيامة. الذكر يشرح صدرك. ولذلك يقول جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لن ترى السعادة ولا الأنس ما دمت بعيد عن الله. لا يمكن أصدقك وأكذب ربي. الله الذي قالها: تريد السعادة اتق الله، اذكر الله، لا تعرض عن ذكر الله، أما إن أعرضت فلا تبحث عن السعادة. أسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الذكر من فضل الله عز وجل علينا أن يسر. الآن كل العبادات يا أحبتي محدودة، يعني الصلاة لها أوقات ولا تزيد عن عدد معين من الركعات، الصيام له وقت محدد،
الحج له وقت محدد، أما الذكر فلا حد له. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، لماذا؟ لأن الله يحب أن يرحمك، أعطاك هذا العمل اليسير ذا الأجر العظيم. واعلم أيضا أن هذا الذكر فيه حفظ لك، فيه صيانة لك. يعني مثلا لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة في كل صباح ولا تتركها، انتبه، احرص عليها أشد من حرصك على أكلك وشربك، لأنها تحفظك ذلك اليوم من الشيطان بإذن الله تعالى، تحميك من كل سحر، من كل حسد، من كل عين، ونحن في زمن انتشر فيه الشر. هذه لا. والثانية، تأتي يوم القيامة كأنك اعتقت 10 رقاب، ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ انتبهوا، قال من بني إسماعيل، يعني كأنك اعتقت 10 أحرار. وأعظم العمل أن تعتق الحر فيعتقك الله مقابله من النار. رأيت دقائق تقولها في الصباح، فلا نبخل على أنفسنا بشيء يقربنا من ربنا، وننتبه لا ننشغل عن ربنا يا إخوة. أشغلتنا الدنيا، أشغلتنا حتى في أحلامنا نحلم بها، وقتنا كله دنيا دنيا دنيا، ثم ماذا؟ والله لن نبقى فيها يا أحبة، سنرحل. فلنرتبط بربنا، لعل الله أن يجري عنا الهموم. هذه القلوب تصدأ كما قال عليه الصلاة والسلام، وجلاء الصدأ ذكر الله. هذه الحسنات التي تجلبها هي تمسح وتنظف سيئاتك، الحسنات يذهبن السيئات كما قال. ثم بعد ذلك أنا أشبه الحسنات والسيئات مثل ثوبك الذي تلبسه، فيه بقع، هذه البقع في بقعة تحتاج إلى غسلة بسيطة، وفي بقعة تحتاج إلى غسلتين أو 3، وفي بقعة تحتاج إلى 10 غسلات. هذا نحن، ونحن وذنوبنا، لكي ننظف الذنوب معنى كبيرة ومعنى صغائر ومعنى دخل عمل مختلط. لما نكثر الحسنات ما الذي يحدث؟ نمسح نمسح نمسح، فتصفو نفوسنا وتصفو حياتنا ونقترب من ربنا. من نصر الله نصره الله، إن تنصر الله ينصرك، إن تذكر الله يذكرك، إن تستعين بالله يعينك، من يتوكل على الله فهو حسبه. هذا أمر لابد أنك تعرف، ولذلك لا تقول هذاك نبي، لا لا لا، أنت عبده، أنت حبيبه، أنت الذي من أجلك خلقت السماوات والأرض. ولذلك لازم تعرف قيمتك، وتعرف أنك أنت أعظم عند الله من كعبة الله. ومن هنا تبدأ مرحلة الثقة بالله، لأن بعض الناس ما الذي يجعله لا يثق؟ أنه محتقر نفسه ويرى أنه لا شيء. إن كنت لا شيء في أعين الناس فأنت عند الله مصان الدم، مصان العرض، مجاب الدعوة، يستحي ربي أن يردك. وإذا أقبلت إليه أبشر بالخير وأنت قد أحسنت ما بينك وما بينه. فلما ضاقت، وهكذا هكذا الفرج يا إخواني ما يأتي إلا إذا ضاقت الأمور. متى يأتي الفجر؟ إذا اشتد الظلام. ولا يأتيك الفرج إلا إذا ضاقت. لماذا؟ لأن الله يختبرك يختبرك يختبرك، فإذا شافك خلاص ارتخيت أو ها جاء لك بالفرج، لكن بالطريقة التي يراها الله عز وجل. لما أم موسى مثلا رمت طفلها في البحر، وهذا شيء نادر ولا يحدث، ماذا وصف الله قلبها؟ إيش قال؟ قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لولا أن الله ربط على قلبها لأبدت وتكلمت، لكن الله ربط على قلبها لماذا؟ ليعينها، لأنه وعدها فوثقت فيه. عشان كذا لازم أن تكون واثق بربك، لازم أن تعلم أن الله عندما يقول لك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، لازم تعلم أنه هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض والقادر على كل شيء جل جلاله. الآن الزارع الذي يزرع هذا ماذا يفعل؟ فقط يبذر البذرة،
لكن من الذي يزرعها؟ الله جل جلاله. أنت عندما تنام مع زوجتك تقذف هذا الحيوان المنوي فقط، من الذي ينشئه وينبميه؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ترى أنت مجرد سبب، وأنت بدون الله لا شيء، فكن واثقا بربك. هذا الطبيب الذي في المستشفى هل هو الشافي؟ هو سبب، الشافي هو الله عز وجل. وظيفتك التي تشتغل فيها أنت هي رزق؟ هي الرزق؟ لا لا لا، هي سبب. الرزق هناك في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل أنت الآن لما أولادك تجتهد في تربيتهم أنت الهادي؟ كم من مربي ما بقي طريقة من طرق التربية إلا نفذها، ومع ذلك ما هدى الله أولاده. وكم من مروج مخدرات أولاده دعاة. الهادي هو الله سبحانه، أنت مجرد سبب. ولذلك لا تتكل على نفسك، دائما ارتبط بربك. لازم يكون عندك ثقة بالله وحسن ظن بالله. حسن الظن والثقة بالله هي التي تمشي حياتك، تخليك مرتاح البال. أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فلا تبطر على الناس ولا تتكبر، لأنك تعلم أنك ضعيف وبدون الله أنت لا شيء. رزقك عندما تبحث عن رزقك ما تطلبه بما حرم الله، لماذا؟ لأنك تعلم أن الرزق من الله، فلا تطلبه بما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرب إذا أردت أن تنمي ثقتك بربك أبعطيك بعض الأشياء تساعدك. أولا تؤمن باسم الرب. ما معنى الرب؟ حنا ده أول كلمة نقولها، ما هي؟ الحمد لله إيش؟ رب العالمين. من هو الرب؟ الرب هو الذي يربي عباده. الله تبارك وتعالى يربينا ونحن ملكه، صح ولا لا؟ ألسنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ نحن عبيده، نحن خلقه، يدبرنا كيف يشاء. هو الذي يعلم في مصالحنا، منا من لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون غنيا، ومنا من لا يصلح إلا أن يكون قويا وآخر ضعيف. وهذا تدبير الله. إذا أنت واثق بالله والله مهما تأتيك من الأقدار تكون مطمئن، تقول أنا أعلم أن ربي هو الذي يربيني وليس أنا. فما ظنكم برب العالمين، هذه آية ضعها دائما أمام عينيك. إذا أردت أن تقوي ثقتك لازم تعظم التوحيد في قلبك. لماذا؟ لأن الذين يعظمون التوحيد الله يعينهم. أما قرأتم قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك ماذا لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون. يعينك الله عز وجل. ولذلك انتبه لتوحيدك أن يهتز، وثقتك بالله أن تهتز. مما يقوي الثقة في قلبك القرب من الله. كيف؟ أليس الله يقول لي ولك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ الله، إذا أحبك الله فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. خلوا بس يحبك وشوفوا ماذا يفعل فيك الله سبحانه وتعالى. والله يمكن تكون في قمة المرض وتكون سعيد، قذف القناعة في قلبك والرضا. يمكن تكون في قمة الفقر وسعيد، أعطاك شيء ما تشتريه في الأسواق ولا تجده عند البشر. هذه هو الثقة وحسن الظن بالله. ليه؟ لأنك أنت يا المريض يا الفقير يا المتغرب يا أي مصائب الدنيا، يعني كم ستعيش؟ 50 سنة؟ 100 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم ستعود إليه. فلما تعود وإذا بك صابر محتسب راضي شاكر، أعطاك جنة لا تبيد أبدا. هذا عطاء الله عز وجل. فانتبه، لا تزعل على ربك ولا تغضب على الله، لا 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 لا، خلك واثق أن ما عند الله خير مما عندك.
تذكر دائما قوله جل جلاله: وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. إذا كان الله دائما يذكرك فهل تنسى؟ إذن أكثر من ذكر الله، سبح، هلل، اقرأ القرآن، حاول أنك ما تنقطع عن عبادة فيها ذكر، دائما اجعل لسانك رطب في الذكر، ما هو تجلس أمام الأجهزة بالساعات. وقليل من يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقول: يا أخي وين ربي؟ وين ربك أنت؟ وين عن ربك أنت؟ وينك عن ربك أنت؟ أنت وينك عن ربك أنت؟ آخر اهتماماتك ربك، وتبغى ربك يعطيك كل شيء. ما هو معقول يا جماعة، لازم أنت تكون قوي الصلة بالله. صلاتك أعظم حبل يصلك بالله والصلاة، فرضها بنفسه من حبها لها، وخلاها تراها 50 في اليوم الليلة، لكن رحمة الله فينا صارت 5. كيف الصلاة في قلبك أنت؟ على ما تشتهي ولا على ما يريد ربك؟ أنت الأبخص في نفسك، أنت محتاج الله يا جماعة، والله حنا محتاجين لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، انتبه لنفسك. صلى الفجر تكون في ذمته إلى المساء، صلى العشاء يكتب لك قيام نصف الليل، صلى العصر تشهد لك الملائكة. الصلوات هذه قرب. الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ أنت لو تروش 5 مرات والله تصير أنظف واحد في الدنيا. طيب هذا الذي يصلي ينظف الذنوب، نظافة الذنوب إيش معناها؟ قوة الإيمان، القرب من الله، أن يكون الله وليك. ثم خذ ما عند الله من العطايا. عليك أيضا بالدعاء، الدعاء يا إخوة لا تقطع الدعاء، ارفع يديك دائما وقل: يا رب. وابحث عن مستجاب الدعوة، منهم أكثر وأعظم مستجاب الدعوة؟ أمك وأبوك. أكثر 2 يؤثرون في حياتك أمك وأبوك، كيف علاقتك فيهم؟ هم يدعون لك ويدعون عليك، أصلح ما بينك وبينهم وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى. بعدين يا إخواني شوفوا، لا يعني لا تظن أنك إذا دعيت وما أعطاك معناه في مشكلة، لا لا مو صحيح، مو صحيح. والله يا إخوان أنا دائما أقف مع قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام ويوسف. يعقوب فقد ابنه يا أحبابي. يعقوب منه موظف ولا رجال عادي؟ يعقوب نبي، ابنه إسحاق نبي، ابنه إبراهيم نبي، وابنه الذي فقده يوسف نبي، كلها سلسلة أنبياء، ومع ذلك يفقد ابنه ويعلم أن ابنه ما مات، وهذا أعظم الحزن وأعظم الفقد. شوف كيف الابتلاء، ما بحنا الواحد لا جاه شوية دين ولا شيء قال أنا وأنا وأنا، يا أخي هذا الابتلاء ما هو ابتلاءات، وكل ومن حكمة الله يا أحبابي أن أشد أنواع البلاء نزلت على الأنبياء. من اللي دفن 6 من أولاده؟ من هو؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله؟ 6 يدفنهم عليه الصلاة والسلام، ويقذف في عرضه، ويسلب ماله، ويوصف بأقبح الصفات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إيش عاد أنت؟ يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم على ابنه، ومع ذلك ما زعل على ربه، استمر يدعو ربه، وما أجاب الله دعاءه إلا بعد 40 سنة. ليه؟ ما هو لأن الله ما يحبه، لا، الله جالس يدبر أمور ثانية هناك. لازم يطلع ابنك يا يعقوب ويروح في ذيك البير المعينة، لأن في قافلة ستحمله ليذهب به إلى مصر، ولابد أن يدخل على بيت عزيز مصر، ولازم يسجن عشان يصل إلى الملك. هذه سلسلة، هذا هو اللطيف، هذا هو التدبير. أنت لما تكون تحب الله ترضى بكل شيء، لكن لا صار إيمانك ضعيف أي شيء يزعلك. إخواني لازم نحيي الثقة في قلوبنا بربنا جل جلاله. وأنا أرجوك افتح جهازك اليوم وقل: كيف أنمي ثقتي بربي؟ واسمعوا، اسمعوا للعلماء، اسمعوا للمربين، علشان تنمو ثقتك بالله. لأن كل ما نمت ثقتك ابشر والله بالعطايا من الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى محبتك. اللهم يا مولانا، إن من أحببته توليته، ومن توليت أمره فلن يضل ولن يشقى، ففي رزقه سيجد لكل ضيق مخرجا، وفي حياته سيجد الفرج بعد الكرب، وفي صدره سيجد الانشراح بعد الضيق. فالملك ملكك، والخلق خلقك، ونحن عبيدك، ورجاؤنا وأملنا أن ننال رضاك، فإن رضاك يا مولانا هو غاية ما نتمناه. أيها الإخوة الكرام، وكما قلنا سابقا، ما أجمل الحديث عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته، لأن من تأمل في هذه الأسماء العظام والصفات العظام فإنه سيجد العجب العجاب في حياته، من حلم الله وصبر الله وكرم الله وقوة الله وعطاء الله ولطف الله. وحديثنا اليوم هو حديث عن صفة من صفاته واسم من أسمائه، اسم لم يرد في القرآن، لكن الصفة وردت ودلائلها لا حصر لها ولا نهاية. دلائلها يعني التي تدل عليها كثيرة في القرآن الكريم. الصبور، ولولا صبر الله على عباده لهلك الناس والله، لكنه رحيم حليم، يصبر ويعفو ويغفر، ويفتح الأبواب للتائبين، ويبسط الأيادي للسائلين. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب أن يرحم العباد، ولم يخلقهم ليعذبهم جل جلاله. الصبور يا إخوة معناه هو الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة، الذي لا يعجل العقوبة على مستحق العقوبة، هذا معنى الصبور. وهذا واضح في تعامل الله عز وجل مع العباد. اسمعوا إلى قول الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا. اسمع الكلام، قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم، إذا جوا هناك عند الله عز وجل ووقفوا بين يدي الله، ختم الكلمة أو ختم الآية، قال: فإنه كان بعباده بصيرا، وأعرف بماذا يفعلون وبماذا يقولون وماذا كانوا يعملون، وكل شيء كنا نحصيه. إذن لو أن الله عز وجل يا كرام فعلا يحاسب العباد على أخطائهم، والله لا يمكن أن يبقى على وجه الأرض أحد. كم من الآن اللحظة هذه، كم من إنسان يدعي أن لله ولد؟ كم؟ والله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم. ما هي أذيته لله عز وجل؟ قال: يدعي أن لي ولدا. والله الذي يقول: قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم هم الذين الآن على وجه الأرض يدعون أن لله ولد؟ كم هم الذين يكفرون بالله كلية ولا يؤمنون به، يعبدون صنما أو يعبدون بقرة أو يعبدون أكرمكم الله حتى فرجا، كفر بالله عز وجل. كم هم؟
وكم هم الذين فعلا على دين الله عز وجل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ومع ذلك هل سمعتم خسفا في شرق الأرض أو في غرب الأرض، أو جاءت صاعقة فمحت الناس، أم أنهم يرفلون بنعم الله عز وجل؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل صبور، صبورا على عباده. وربنا عز وجل أجابنا بآية ليشرح لنا لماذا هو يصبر على العباد. وانتبه لهذه النقطة، لماذا الله يصبر على الظالم وهو يستطيع أن ينتقم منه؟ شوف يا جماعة، في شخص يصبر لأنه لا يستطيع أن ينتصر، وفي شخص يصبر لأنه ليس بيده لا حول ولا قوة. لكن هل الله عز وجل يعجزه شيء في الأرض أو في السماء؟ أبدا، ومع ذلك يصبر. لماذا يا رب؟ قال الله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجلا مسمى. ما هي الكلمة التي سبقت من الله؟ قال: إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك لا يجري الغضب جل جلاله إلا بعد أن يمهل ويفتح الباب للرحمات، فيرسل الرسل وينزل الكتب ويفتح الآفاق ويضع المواسم خلف المواسم من أجل أن يتوب العباد. لماذا؟ لأن الله لا يستعجل بالعذاب جل جلاله، وهذا من شدة رحمته. وفعلا يا إخوة، كم من أقوام عاندوا فصبر عليهم أنبياؤهم ثم عادوا، وكم من أقوام لما لم يعودوا انتقم الله منهم، مثل ما قرأ إمامنا حفظه الله قصة نوح مع ابنه. ونوح هذا النبي العظيم الذي ضرب أروع أنواع أمثلة الصبر. أيوب يضرب فيه المثل بصبره، أليس كذلك؟ كم صبر على الأذى؟ 16 سنة. نبي الله صبر 16 سنة على الأذى. نوح كم صبر يا أخوان؟ 950 سنة وهو يصبر على المستهترين الذين كانوا يمرون عليه فيقولون، يسخرون منه عندما يرونه يصنع السفينة، فيقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ونوح الذي كانت زوجته وابنه ليسوا على دينه، ومع ذلك صابر في دعوته. ونوح الذي أمضى قرابة 1000 سنة يدعو الناس وما آمن معه إلا القليل. ونوح الذي يرى ابنه يغرق أمام عينيه ويصبر لله ولا يجزع ولا يغضب على الله، بل إنه عندما يناجي ربه: إن ابني من أهلي، فيقول الله له: إنه ليس من أهلك. فلذلك يصبر ويرضى بقضاء الله. ثم بعد ذلك، بعد أن يقص الله لنا قصة نوح، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن العاقبة للمتقين. والله لا يمكن أبدا أن يخذل عبد صبرا لله عز وجل أبدا، لأن هذا الدين مبني على الصبر. ومن هنا نستقي الدلالة العظمى في تعلم اسم الله الصبور، أن يكون له أثر في حياتنا في الصبر. تأمل صبر الله على خلقه، ثم اجعل لهذا الأمر أثر في حياتك، أثر في دينك. أنت دينك عندما تحافظ عليه ماذا يقول الله لك؟ يقول: فاصبر نفسك، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ربنا عز وجل يطلب منك أنك تصبر نفسك مع الصالحين، مع الذين يصلون بالليل والنهار في بيوت الله، مع الذين يرفضون المنكر ويفعلون الطاعة، اصبر نفسك معهم. لماذا؟ لأن العاقبة للمتقين. الله سبحانه وتعالى عندما يبتليك بهذه الدنيا
فاعلم أنها مبنية على الصبر. كلنا مجبولون على حب المال، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول لك لا تأكل الحرام، مع أنك تحب المال، قذف في قلبك حب المال، ثم قال لك هذه الدنيا قدامك، تستطيع أنك تسرق وتغش وترابي، فإن صبرت ظفرت. كلنا مجبولون على حب الشهوة، فإذا صبرنا وقاومنا النفس وانطلقنا لله فزنا. كلنا مجبولون على الحرام، على النوم، نحب النوم، ثم يأتيك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يأمرك أنك تقطع نومك فتأتي. لماذا؟ لأن الدين يحتاج إلى صبر، ما في شيء يأتي بلاش، لازم تصبر، لازم أن يرى الله منك الصبر. ولذلك مع الصبر تفلح. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله عز وجل يصبر، وأيضا في نفس الوقت صبره ليس نهايته أنه لا يعاقب. شوف يا أخوان، في صبر بلا عقاب، هذا اسمه حلم ليس اسمه صبر. صبر بلا عقاب هذا اسمه حلم ليس صبر، وهذا لا يليق بالله عز وجل. كيف؟ الآن مثلا لما يرى الله عز وجل العبد الكافر مثلا، هذا الذي يعيث في الأرض شرا وفسادا وينشر الرذيلة في كل مكان، ثم يصبر الله عليه ولا يعاقب، هل هذا عدل؟ لا يمكن. لكن الله عز وجل يمهلهم، ولذلك ماذا يقول للكافرين؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن يا محمد، لا يغرك الكافر الذين نحن صابرون عليه، والذي غره حلمنا عليه وغره إمهالنا له، لا يغرنك، فهو قليلا ثم سيعود إلى جهنم. وإلى الظالم، الظالم ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. هذا الشخص الذي يظلم ويبطش وغره ملكه، غره جنوده، غره زبانيته، غره المرجفون حوله، وبدأ يظلم ويبطش، سواء كان حاكما أو حتى ولو كان فردا بسيطا في بيته، يظلم ويبطش يستغل قوته. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحتى المتكبر الذي يراه الله عز وجل وهو يتكبر على عباده ويستهزئ بهم ويراهم نظرة السخرية، يقول له الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والذي يستهزئ حتى في دين الله، ولا الذي يعيش على معاصي الله، يقول الله عز وجل له: انتبه، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الله عز وجل يصبر، لكن في نهاية الصبر هناك حساب. وهذا هو عدل الله عز وجل، أن الله يمهل العبد، يصبر على العبد، يفتح له الفرص لعله أن يتوب. ولذلك يا إخواني، إذا رأيتم صبر الله على الظلمة وعلى الطغاة وعلى المجرمين، لا تظنوا أن هذا عجز من الله عز وجل، لا، تعالى الله لذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا عبد ضعيف، قد خدعه الشيطان وخدعته نفسه، قد يتوب في آخر لحظة فيدخله الله الجنة. ربي عز وجل لا يحب أن يعذب العباد. طيب وحقوق الناس والناس المظلومة؟ لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، لكن هذا ينجو من النار، وعند الله تجتمع الخصوم وكل إنسان سيأخذ حقه بالكامل، لكن ربي لا يحب أن يعذب عباده. إذن يا إخواني، أولا نعلم ما معنى الصبور، هو الذي يؤخر العاقبة على الذين يستحقون العقوبة، الذي يؤخر العقاب على من يستحق العقوبة. الثانية
اعلم أن صبر الله ليس نهايته لا شيء، لا، كل صبر له نهاية عادلة، سواء كان مع المتكبر أو مع الكافر أو مع الظالم، وهذا تمام عدل الله عز وجل. المسألة الثالثة: اصبر نفسك على دين الله لتنال الخير ولتنال ما عند الله عز وجل من الخير والإحسان. واسمع لهذا الحديث، علشان إذا جيت تصلي الفجر في هذا البرد، تركت النوم وأتيت إلى بيته، تعلم أنه حقك لا يضيع عند الله عز وجل. إذا نام الناس وغارت النجوم ونامت العيون، ثم وقفت بين يدي الحي القيوم، لا تظن أن الله عز وجل يضيع هذا الأمر. إذا رأيت الناس صدت عن دين الله وأنت ثابت صابر محتسب تدعو إلى الله، لا تتنازل عن دينك ولا عن قيمك ولا عن مبادئك، لا يضيع هذا عند الله. اسمع لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. يا أخي، يضحك الله إلى هذا العبد ويستبشر به جل جلاله وهو الذي ليس بحاجته. من هم يا رسول الله؟ أما الأول فرجل خرج في غزوة للجهاد، فرجع الناس إلا هو صابر، وقف يدافع عن دين الله. هذا الذي وقف في جهاده يدافع ويذود عن دين الله، والله لا يخذل. وقد رأينا بأعيننا هذه الأيام بعض الرجال الذين يقفون على الجبهات والثغور، والله إن النيران تصليهم من كل مكان، وهم صامدون صابرون ثابتون في مكانهم، لا يخذلون من خلفهم. هذا يضحك الله إليه ويستبشر به ويحبه الله عز وجل. من هو الثاني يا رسول الله؟ قال: الثاني رجل عنده فراش جميل وثير وزوجة حسناء، ثم يتركها ويقوم يصلي الليل بين يدي الله عز وجل. الله أكبر. أيهم أعظم، صلاة الفريضة الفجر أو قيام الليل؟ الفجر أعظم، فكيف إذن بمن أتى إلى الفجر أيضا؟ أجره وثوابه عند الله عز وجل عظيم. وأما الثالث فرجل سافر مع قوم، والسفر تعب وجهد، فلما وصلوا ووضعوا رحالهم وأرادوا أن يرتاحوا وناموا، قام هو يصلي بين يدي الله عز وجل، ترك الراحة من أجل أن يرضي الله عز وجل. انظر ما هي عاقبة الصبر، أن يضحك الله إليهم ويستبشر بهم وينظر إليهم جل جلاله. إذن يا إخوة، لازم نصبر على الطاعة، لأن الصبر على الطاعة يرفع مقامنا عند الله عز وجل. نصبر حتى فلا نؤذي الله. هل نؤذي الله؟ نعم، نؤذي الله عندما نسب الدهر. كم من إنسان يسب اليوم الذي رآك فيه أو الساعة التي رآك فيها؟ أنت هنا تؤذي الله عز وجل، فلا تؤذي الله بهذا الكلام. اصبر، اصبر نفسك عن هذا الأمر، لأنه يغضب الله عز وجل. إذن هذا المبحث الرابع، وهو الصبر على مرضاة الله. اصبروا يا كرام، فوالله إن مع الصبر الغنم، مع الصبر الفوز. هذه التقوى ليست شيء نشتريه، الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، رقة القلب، الهداية، هذه كرامة من الله عز وجل، لا يعطيها الله عز وجل إلا من يستحقون. ومن أجل أن تصل إلى لذة الدين ولذة الإيمان وإلى الثبات على طاعة الله، لازم أن تصبر على صلاتك وعلى طاعتك وعلى ترك المنكر وفعل الطاعة ومصابرة الناس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الموضوع يحتاج إلى صبر، ولكن من صبر ظفر بإذن الله عز وجل. أيضا يا إخوة، نريد الصبر في أخلاقنا، في تعاملاتنا، في تعاملاتنا مع الناس. عندما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوصني. قال: لا تغضب، امسك نفسك عن الغضب،
وليس الشديد بالسرعة، ما هو الشديد اللي يضرب الناس، الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن الموضوع يحتاج إلى صبر. اصبر مع زوجتك، عندك زوجة مثلا متعبة مزعجة، اصبر عليها يا أخي، أن ترضى منها خلقا تكره خلق ترضى خلق آخر، اصبر. اصبر أيضا المرأة نفسها التي تقع في زوج ظالم أو زوج عنده مشاكل، اصبري واحتسبي رحمة بأطفالك، سترا لعرضك، سترا لوالديك. لماذا؟ لأن المرأة الصابرة لها الثواب العظيم عند الله عز وجل. الصبر يا إخوة نريد حتى مع أولادنا. بعض الناس إذا أخطأ ابنه دعا عليه الليل والنهار وسبه بكل أنواع السباب. لا يا أخي، لا تدعو على ابنك، قد تصدر منك دعوة تكسر فيها ظهر ابنك وانت ما تشعر. امسك نفسك يا أخي، اصبر، اصبر في تعاملك مع الناس. إذا قابلت الناس، يعني الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. كيف تريد العز وتريد الوجاهة وتريد الجاه وتريد المكانة وأنت لا تصبر؟ لازم تصبر. الصبر هذا مطلوب يا إخوة في التعامل مع الناس، كما أنه مطلوب في العبادة. الصبر عند الأقدار، وهنا رسالة أوجهها لكل مبتلى، إذا ابتليت فاصبر، إذا ابتليت فاصبر. إذا جاءك الله بمرض مزمن كإعاقة، مرض كلى، مرض أي أمر، وما أكثر الأمراض، لو تذهبون إلى المستشفيات لعرفتم النعمة التي تعيشون فيها. اصبر. لماذا؟ لأن الله قال كلمة عظيمة، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويوم القيامة يود أهل العافية لو يرجعون إلى الدنيا فيقرضون بالمقاريض من شدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء. إذن اصبر يا صاحب البلاء، يا من ابتليت ما بإعاقة ولا بمرض، اصبر اصبر، فوالله إن الله أرحم بك من نفسك، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعلمها ربي عز وجل. ماذا يقول؟ يقول وبشر الصابرين. خلونا نشرح لكم الآية كلها، نأخذها مع بعض. شوفوا جمال الآية لما يقرن لك الله عز وجل الصبر بأعظم عبادة، لما يقرن الله عز وجل الصبر بالصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون. ثم ماذا قال الله؟ قال ولنبلونكم بإيش؟ هل قال بالخوف والجوع؟ قال بشيء. ما معنى كلمة بشيء؟ يعني مو دائم خايف، أنت يجيك خوف بعض الأحيان صحيح، لكن معظم الأيام آمن وبشيء من الجوع، معظم الأيام شبعان، يعني جاك شوي جوع. والمرض معظم الأيام أنت صحيح، لكن يجيك شوي مرض. إذن الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلاء، إن أخذ منك شيء أعطاك أشياء أخرى. لا يمكن، هذا هو من رحمة الله. ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت عندك مشكلة واحدة، لكن عندك خيرات كثيرات. وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء الله على أنه عطاء، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل، عندما يراك الله وهو يبتليك فترضى. فأبشر بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر، من المبشر؟ الله جل جلاله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا دلالة أو يعني اقتباس جميل. ما هي الآية التي بعد هذه؟ تعرفونها؟ قال الله إن الصفا والمروة
من شعائر الله. يعني الآن قاعد الله عز وجل يتكلم لك عن الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. يعني هذه الآية جت هنا وكأنها تذكرنا بأعظم من ابتلي بإبراهيم الخليل وابنه وأمه الذين رماهم في وسط الصحراء استجابة لله وصبر، صبر. وجل المرأة تركض ما بين الصفا والمرأة أم إسماعيل، ربط، ترى ربط جميل يا إخوة بين هذه الآية والتي قبلها. إذن المهم يا أيها المبتلى أصبر وأبشر بالعاقبة من الله عز وجل، بس أهم شيء الرضا. أيضا يا إخوة إلى كل من مات له قريب، رسالة إلى كل من مات له قريب أو حبيب. هل الموت شر؟ هل الموت كله شر؟ الذي يموت يا إخوة من المؤمنين وين يروح؟ خلاص ينسى أم أنه يذهب إلى الله عز وجل؟ إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحياناً قد يبتليه الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر، وأحيانا للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خلوني أعطيكم قصة أسلي فيها كل صاحب أو كل إنسان مات له حبيب. هذا رجل اسمه أبو الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي رجل بلغ 80 من عمره تقريبا ولم ينجب الأبناء، وبعد أن بلغ من الكبر عتيا رزقه الله بابن. تعرفون الإنسان لما يكون كبير في السن ومحروم من أولاد ثم يرزق بطفل سيتعلق فيه تعلق شديد، وفعلا أحب هذا الغلام أحبه، حتى صار هذا الغلام يعني عمره سنتين أو ما يقاربها، إخلاص في قمة الحب وقمة تعلق الأب بابنه. مات هذا الابن بين يديه، فحزن حزنا شديدا وكتب مرثية من أعظم وأجمل مراثي العرب، واقرؤوها واسمعوها طويلة، يقول فيها حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفو من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني يقول اللي يبغى الدنيا صافية مثل الذي يبحث عن النار في وسط البحر. قصيدة طويلة، ابحثوا عنها وقرؤوها واسمعوها. المهم ما الشاهد، بعد أيام مات هذا الرجل، فرآه أحد الناس في المنام فقال ما فعل الله بك يا أبا الحسن؟ فقال غفر لي وأدخلني الجنة. قال بماذا؟ قال ببيتي شعر قلتهم في تلك القصيدة. ما هما البيتان؟ قال يخاطب ابنه، قال جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. هذا الابن وين راح؟ راح إلى الله، فهو في جوار الله. إذا أبوك الذي مات، أمك، أخوك، أختك، زوجتك الغالي عليك، هو ذهب إلى الله ما دام أنه مات على لا إله إلا الله. فلذلك اصبر اصبر، فالله عز وجل لا يضيع أبدا أبدا أجر الصابرين. إن كل عبادة يا إخوة
مبنية على الصبر لا حد لأجله. مثل إيش؟ مثل مثلا الصيام. الصيام هو الصبر، صح ولا لا؟ صبر النفس عن الشهوات وعن المحرمات وعن المآكل وعن المشارب، ماذا له عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا ماذا؟ إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أنه عندما يقف العبد ليؤخذ من حسناته يوم القيامة فيؤخذ من كل الأعمال، لما يصلون إلى الصوم يقول الله هذا لي لا تأخذ منه. إذن صومك مرصود ولا يضيع عند الله عز وجل. لماذا؟ مبني على الصبر، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. الحج في صبر ولا لا؟ وتعب وبذل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيش؟ إلا الجنة، ما له جزاء إلا الجنة. لماذا؟ مبني على الصبر. وهكذا كل العبادات لما تصبر فإن مآلها إلى الجنة. بقي أن أقول إذا دخل أهل الجنة الجنة تخاطبه الملائكة بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن يا إخوة فلنتعلم الصبر في حياتنا، ونحاول أن نتعود على هذه الفضيلة العظيمة، فنصبر عما لا يرضي الله، ونصبر على طاعة الله، ونصبر على أقدار الله، ونصبر على الناس والتعامل معهم. إن من رزق الصبر فقد رزق الخير الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصبر، وأن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم. الله عز وجل عندما ذكر الاستعاذة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ذكر الله عز وجل الاستعاذة مرة واحدة، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. لكن عندما أراد أن يستعيذ العبد من إبليس استعاذ بالله ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، لأن كيده خبيث لئيم. ولذلك إذا استعنت بالله وعانك كفاك الله شر الشيطان ووساوسه. هذا الهم مصيبة يا إخوة، إذا تمكن الهم من القلب أهلك الإنسان ولو كان قوته مثل الجمل. فلذلك المبتلى لا حل له إلا العلاج، وعلى من يعيشون معه أن ينتبهوا له وينقذوه مما هو فيه. الصنف الثاني وهو السالم الذي سلمه الله من الوساوس، فهذا نقول له الوقاية خير من العلاج. ولا تأمن على نفسك، انتبه، لأن الشيطان لن يترك، سيستمر. ولو تأمل كل واحد منا في نفسه لوجد عنده شيء من الوسوسة، لكن قد يكون لأنك متنبه أو ارتباطك بالله قوي لم يستطع أن يتمكن منك الشيطان، فأنت معه في جهاد. فانتبه واحذر، ودائما اربط نفسك بالله عز وجل، لأنه لن يخلصك من الشيطان إلا الله عز وجل. النوع الثالث وهو الذي نريد أن نفصل فيه وهو المبتدئ في أمور الوسوسة. الشيطان يا أحبتي له عديد من الأساليب في الوسوسة، وهو يحلل شخصيتك. شوفوا يا أخوان، الشيطان يقولون في المثل أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة. الشيطان له آلاف السنين وهو يشتغل مع الناس، فهو يعرف مداخل كل إنسان. في إنسان يحب الشهرة، فيه إنسان يحب النساء، فيه إنسان يحب المال، فيه إنسان يحب الجدل، فيه إنسان يحب المشاكل. فالشيطان يدخل إلى كل إنسان من خصلة السوء الموجودة فيه، وما فينا من أحد إلا وفيه خير وشر. ولذلك كل شخص منا يجب أن يعرف أن ما يطبقه الشيطان معك قد لا يطبقه مع غيرك. ما هي أنواع الوسوسة التي يستخدمها الشيطان غالبا مع الناس؟ أخطرها الأمور الدينية الغيبية، الشك في وجود الله،
الشك في الرسل، الشك في الجنة، الوسوسة في أمور الدين، هذا من أعظم وأخطر ما يركز عليه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان لا يزال بالإنسان، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الملائكة، كل هذا نقول خلقهم الله الله الله، طب من خلق الله؟ يصل الإنسان إلى درجة أنه يشك في وجود الله عز وجل. وهنا نقول انتبه، انتبه أن تنجرف وتصل إلى هذا الحد. هذا الأمر حدث لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس بجديد. فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، قال: أوجدتم ذلك؟ يعني وجدتم هذا المدافعة والهم في أنفسكم؟ هذا صريح الإيمان، معناه أنكم على خير. إذن يا أخي الكريم، في أمور الغيبيات والأمور الله عز وجل لن تستطيع أن تصل إلى حل، ولذلك سلم واقبل. طيب، هنا نسأل: ألا يحق لنا أن نسأل؟ ألا يحق لنا أن نعرف أمور ديننا؟ اسأل وتعلم واعلم أن هذا الدين ليس فيه أي تناقض، لكن المشكلة أنك أنت قد لا يكون لديك الفهم الذي يمكنك من معرفة الأمور. أعطيكم مثال: قبل فترة بسيطة ظهر شاب في وسائل التواصل الاجتماعي يقدح في هذا الدين وفي العلماء، ويقول: أنتم لا تسمحون لأحد بأن يسأل، وتقولون سلم ولا تسأل، والشك هو المطلوب. والدليل على ذلك يقول هو أن إبراهيم شك في قدرة الله عز وجل، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قال: عندما سأل ربه فقال: أرني كيف تحيي الموتى، أليس هذا شك؟ إذن الشك مطلوب. هذا كلام من؟ كلام هذا المفهوم العاقل عند هذا الإنسان البسيط. هذا المشكلة. مثل هذا لو سأل العلماء وأهل التفسير لانحلت مشكلته، لكن لأن مثل هؤلاء يجلسون مع أمثالهم، مع العقلانيين، مع الذين يريدون أن يقدحون في الدين، لا يفهم. اسمع يا مؤمن، كل شيء له جواب. الله عز وجل ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال لله؟ هل قال: يا ربي هل تحيي الموتى، فشك في قدرة الله، أم قال: أرني كيف تحيي الموتى؟ هو مؤمن أن الله يستطيع أن يحيي الموتى، لكن يريد أن يرى كيف الإحياء فقط. فأين الشك في الله عز وجل؟ ما في شيء في الدين إلا وله جواب. اسأل وتعلم، لكن بعقل أو بقلب الذي يريد العلم، لا الذي يريد الجدل، لأنك لن تصل إلى حل. روحك التي في جسدك أنت ما تفهمها، أنت تجلس في البيت حولك إنسان نائم، أنت جالس تقرأ مثلا، وهو قد يكون يتعذب في حلم أو كابوس، وأنت لا تسمع شيء ولا ترى شيء، ثم تجده يتقلب، تصحي من نومه فيقول: ما هذا؟ أين كنت؟ من الذي كان يعذب في المنام؟ روحه. ما هي الروح؟ أنت لا تستطيع أن تعرف روحك اللي في قلبك، فكيف ستتعرف على ذات الله عز وجل؟ ولذلك أهل العلم خذوا القاعدة هذه، كانوا يقولون: فكر في خلق الله ولا تفكر في ذات الله، لأنه لا تدركه الأبصار جل جلاله. فإذا العقيدة، لما يأتيك الشيطان استعذ بالله وقل لا إله إلا الله، اسأل تفقه، لكن ليس بأسلوب الشخص الذي يريد أن يجادل، بل الذي يبحث عن الحقائق والحلول. هناك أيضا الوسوسة في العبادات، مثل الذي يوسوس في الوضوء مثلا، وكل شيء يعيد الوضوء، ويجلس في الحمام بالساعات، ويصب من المياه الشيء الكثير. يا إخوة، ما الحل مع مثل هذا؟ طبعا لا أستطيع التفصيل أكثر من بتفاصيل أكثر في خطبة، لكن أعطيك المفاتيح. السؤال يا إخوة: هذا الإنسان الذي يفعل في نفسه كل هذا التعب، إعادة وضوء، إعادة قراءة قرآن، إعادة صلاة، هل هذا من الدين؟ أليس الدين مبني على اليسر؟ هذا شق على نفسه أو يسر على نفسه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا رأيت إنسانا يعسر على نفسه فاعلم أنه مخطئ وفهم الدين خطأ. يجب أن يقتنع هذا الذي يكثر من التعداد والترداد أنه على غلط، وأنه يجب أن ينتبه لنفسه. الوضوء
لم يفرض علينا لأننا متسخين لنتنظف، لا، عبادة. ولذلك إذا لم نجد الماء نتيمم بالتراب، المقصود عبادة، وليس أنك وسخ نبغى ننظفك، لا، افهم الدين. فلذلك الذي يكثر على نفسه بالوسوسة هذا وضعه خطير، ويجب أن ينتبه أيها الإخوة. من الوسوسة مثلا الشك، هل قبل الله عملي؟ هل قبل الله صلاتي؟ والله أنا أشك، أنا لا أخشع في القرآن، ما أدري ربي يودين الجنة ولا يودين النار. لا يا أخي، مثل هذا الذي يكثر الظنون والشكوك ويؤنب نفسه، بسألك سؤال واحد فقط، لو قيل لك أن الذي سيحاسبك يوم القيامة هي أمك، تأمن ولا ما تأمن؟ ترتاح ولا ما ترتاح؟ طب من أرحم لك بالله عليك، الله أم أمك؟ يا أخي يا أخي، رحمة الله واسعة. ولذلك يا أخي الكريم، عندما تجد في نفسك مثلا فتور أو ضعف، اجتهد أن ترجع إلى الله، لا تقلق من رحمة الله. لأن بعض الناس يأتي إليه الشيطان يقول أنت لن يقبل الله منك، أنت عندك ذنوب، أنت عندك معاصي، خلاص اترك الصلاة، اترك الدين، ليش تمشي؟ هذا السبيل الذي يريد الشيطان أن يوصلك إليه. لا، أخطأت تب، باب الله مفتوح، ما دام الله في السماء يسمع دعائك، فلا تقف من دعاء الله عز وجل. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فلا تقنط ولا تيأس أبدا. أيضا الشك، أحيانا الخوف من الأمراض، بعض الناس عنده وسوسة في مسألة العين والخوف، ودائما أخاف الناس تحسدني، أخاف الناس تعيني، أخاف. لا يا أخي، هذا كله حله في قراءة الأذكار. ألا تثق بالله؟ ألا تثق برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل لك أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ؟ يا أخي الله يخبرك بأن حفظك بالذكر، أكثر من الذكر واعتقد وتيقن وأبشر، فالله عز وجل إن أحسنت الظن فيه لا يمكن أن يخذلك أبدا، الله قريب ممن دعاه. كذلك أحيانا بعض الناس عنده وسوسة في النظافة، يبالغ في التنظيف، يبالغ في التطهر، يبالغ، هذا كله يا إخوة خطأ. إن علاج الوسواس يا إخوة أذكر لكم بنقاط سريعة. أولا، إذا وجدت عندك مشكلة في الوسوسة لازم تعترف أنك عندك مشكلة، ما دمت لا تعترف أن عندك مشكلة لن تعالج نفسك. لما تكون غير طبيعي عن الناس راجع نفسك وابدأ بالعلاج، قد يكون عن طريق استشارة عالم أو استشارة طبيب أو حتى علاج نفسي. المهم لا تهمل نفسك، لأن مجرد ما تفتح للشيطان فتحة ولو بسيطة إلى قلبك ستصل إلى الهاوية في النهاية. ثانيا، القرب من الله يطرد عنك الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي يوسوس، اطرد شيطانك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يقول الرسول إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي بعيره في السفر. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه أنك أنت تستطيع أن تجعل شيطانك قوي وتستطيع أن تجعل شيطانك ضعيف. عندما تلجأ إلى الله وتكثر الأعمال الصالحة يضعف كيد الشيطان عليك، وعندما تعرض عن الله يقوى الشيطان عليك. إذن اقترب من الله يبتعد منك الشيطان مباشرة، ويحفظك الله عز وجل من كيده. أيضا استشر من كان لديه وسوسة ثم تعافى. لماذا؟ لأن هذا هو الذي عايش الألم وتألم حتى شفاه الله، استشره كيف تخلص مما هو فيه. أيضا انتبه من العزلة، من أهم وأجمل الأشياء لدى الموسوسين العزلة، لا تنعزل، اختلط بالناس، اجلس معنا، وهذا دور من لديهم موسوس في بيتهم أن يخرجوه، لا يجلسوه في بيته، يخرج. وأخيرا، لا تخالط الموسوسين، لأن الذي يخالط الموسوسين سيكون مثلهم ويأخذ طباعهم وينحدر ولا يعلو. هذه بعض الكلمات حول الوسواس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعيننا على أنفسنا ويكفينا شرها. بارك الله لي ولكم. ما أعظم رحمة الله عز وجل بعباده. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا أحبابي يعطينا درس عظيم في أن رحمة الله تشملنا من حيث لا نشعر. لما نزلت الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، يعني أي ذنب تعمله سوف تعاقب عليه.
أبو بكر خاف وقال يا رسول الله كل شيء كل شيء، أي شيء من الناس نجازى به، كلمة، نظرة، سماع شيء غيب، يعني لو احنا نحاسب على كل شيء والله نهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ قال نعم. قال ألست تحزن، يعني يأتيك الهم والحزن أحيانا؟ قال نعم. قال ألست تصيبك اللأواء، يعني الضيقة وإلى آخره؟ قال نعم. قال هو ما تجزون به، هذا عقاب من عقاب الله يمسح ذنوبك. عجبا والله لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في تعاملك مع الله أنت الرابح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يا أحبة يريد أن يتوب علينا، الله يريد أن يخفف عنا، الله يريد أن يرحمنا، الله فتح لنا آفاق التوبة، وربنا عز وجل آخر باب يغلقه في وجهك هو باب التوبة، آخر ما يغلق التوبة، إذا غرغرت الروح خلاص ما عاد في فائدة فيه. فيا أحباب الله أقبلوا على الله عز وجل ولا تبعدوا عن الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في حديث قدسي عظيم كله أمل، يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الله عز وجل. أنا الآن أسألك سؤال، أين أنت من الله؟ وما مقام الله في قلبك؟ اسأل نفسك الآن، أصلاتك كما يحب الله؟ هذا الكريم الذي فتح لك آفاق التوبة وما أغلق أي باب في وجهك وجعل حتى الحزن الذي يأتيك يغفر ذنوبك رحمة بك، وأعطاك الصلوات تكفر من الصلاة إلى الصلاة، وأعطاك رمضان إلى رمضان، وأعطاك الجمعة إلى الجمعة، كلها تكفر ما بينها من الذنوب، ولو ترفع يديك فقط تقول يا رب فتحت لك أبواب السبع، وفي كل صلاة تصليها تحمد الله يقول حمدني عبدي، يناجيك ويكلمك، ولو استغفرت توبة صادقة والله لو أن ذنوبك تملأ الأرض لغفر الله لك. ما حال أو ما مقام الله في قلبك؟ صلاتك، كلامك، تعاملاتك، علاقاتك، أهل بيتك، أرحامك، الناس، الظلم، كيف حالك مع الله؟ يا حبيب الله أنت عبد من عباد الله، أكرمك الله ووضعك على طريق الجنة، كلنا على طريق الجنة، لأن من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فالثبات الثبات يا أحباب الله، الثبات الثبات، لا نجعل شيئا من أمور الدنيا يبعدنا عن الله عز وجل. فالحسنات مثلا، الصلوات مكفرات لما بينها، الذكر مثلا، الذكر تقول سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، يصب في ميزان أعمالك وزن عرش الرحمن تسبيح. كم وزن عرش الرحمن؟ وما أيسرها من كلمات. تتوضأ يفتح لك الله لك أبواب الجنان، تسلم تأخذ الحسنات، تبتسم في وجه أخيك تأخذ الحسنات، تميط الأذى حسنات، تكرم الضيف حسنات، تواسي اليتيم وتمسح على شعره، في كل شعرة لك حسنة. انظر كيف بحور من الحسنات. بل أنتم يا أهل الأسواق، هل تعلم أنك كلما دخلت السوق ثم قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يكتب لك الله مليون حسنة، مليون حسنة بهذا الدعاء، ويمحو عنك مليون سيئة، ويرفعك ألف ألف درجة، يعني مليون درجة بهذا الدعاء. قل ما الذي يضرك؟
انظر كيف أن الحسنات محيطة حولنا، ولكن نسأل الله أن يحيي قلوبنا. الحسنات تزيدك قربا من الله، لأنك ما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فإذا أحببك الله أسألك بالله أي هم ستحمله من الدنيا. الحسنات تحميك بإذن الله عند الممات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع ما أجمل هذا الحديث، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله، ما معنى عسله؟ قال يهيئ له عملا صالحا قبل موته، يعني يميتك على حسن خاتمة. بفضل ماذا؟ بفضل حبه لك، وحبه لك لا يأتي إلا بالأعمال الصالحات. إذن المسألة مترابطة. ألا تتمنى أن تموت وأن تقرأ كتاب الله، أو أن تصائم، أو أن تبار بوالديك، أو إلى آخره؟ إذن عليك بالأعمال الصالحات. إذا أحسن الله خاتمتك ماذا لك؟ ينزل عليك ملائكته مباشرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن يا إخوة إذا حمله الناس على أكتافهم يصيح بأعلى صوته أسرعوا بها، يعني بسرعة ادفنوني، أريد أن أخرج من دنياكم إلى ساعة الآخرة. بعكس الذي لا يعيش على الصالحات يقول يا ويلها أين تذهبون بها. الله أكبر يا كرام. يا أيها الناس، إن الحسرة والله كل الحسرة أن نفرط بالطاعات وبالحسنات مع حب الله لها. يا أخي أن تحب الله وتعلم أن الله يحب الحسنات، لماذا تفرط بالحسنات؟ لماذا تكثر من السيئات؟ لماذا يوم كله غيبة، نميمة، كذب، دخان، ترك صلاة، بعد عن الطاعة وإلى آخره؟ وقف بس أمام المرآة وانظر إلى وجهك وثوبك ولسانك ومنطقك وجوالك، واسأل نفسك هل هو على ما يحب الله؟ أن تريد كل شيء من الله؟ إذن كن لله كما يريد، ليكن لك الله كما تريد وكما تحب. إن الحسنات يا إخوة بعضنا للأسف يحبطها بنفسه. كيف؟ مثلا يتصدق فيحبطها بالمن والأذى، يصلي يعمل صالحات فيحبط عمله بالرياء، من يقاطع الأرحام فلا ترتفع أعماله ولا صلاته ولا حسناته. لماذا؟ لماذا تظلم نفسك؟ لماذا تخطئ على نفسك؟ أيضا من ترك صلاة العصر حبط عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والترك هنا نوعان، إن تركها جحودا وكفء فهذا كافر، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن إن تركها تساهلا، مثلا بعض الناس يشتغل ثم يؤخرها إلى بعد المغرب، ليش تؤخرها؟ يصليها لكن متى؟ في الليل ولا؟ يا أخي هذه الصلاة كتابا موقوتا، هي ليست لك تتصرف بها كيف تشاء، هذه لله يجب أن تؤديها في وقتها. فإذا فعلت ذلك حبط عمل كل ذلك اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف يلعب عليك الشيطان ليحبط حسناتك وأعمالك. الصلاة، الطاعة، العبادة، الحسنات كلها سعة. واعلموا يا إخوة أن هذه الحسنات تنفعك حتى في قبرك. من هو الرجل الذي ينزل إليك في قبرك؟ ألست تؤمن بالحديث أن الإنسان إذا نزل في قبره ينزل إليه رجل؟ من هو؟ إن كان رجل عملك صالح سوف يأتيك من يؤنسك ويسعدك، أليس كذلك؟ إذن كثر العمل الصالح حتى إذا نزلت تحت الأرض تنام نوم العروس. عندك شك أنك ستموت؟ أبدا والله لا شك لدينا. اذهب إلى المقابر وانظر كم هم الذين رحلوا. فاسأل الله أن يحسن خاتمتنا. الحسنة عظيمة يوم القيامة. يوم القيامة ليس يوم أعمال وليس يوم شرف ولا يوم مباهاة ولا يوم مال، يوم حسنات. ولذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليش تهرب من أبوك يوم القيامة؟ لأنك لا تريد أن تعطيه حسنة. أرأيت قيمة الحسنة؟ فعظمها في قلبك. الحسنات يوم القيامة ينصب سور عظيم اسمه الأعراف. هل سمعتم به؟ ما هو الأعراف؟ سور أو قيل تبة ضخمة يحبس عليها أقوام. لماذا يحبسون؟ يعني لا يروحون للجنة ولا يذهبون للنار، محبوسين. ينظرون فقط على اليمين وعلى الأعراف رجال تعرفهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة. الحين الأعراف ينادون أصحاب الجنة، سلام عليكم،
لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني ودهم يدخلون لكن ما يقدرون يدخلون. وإذا صرفت أبصارهم إلى أصحاب النار، تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شفت الحسرة، واقف في سور لا هو ذهب إلى الجنة ولا نزل النار. لماذا؟ تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني لو زادت حسنة واحدة راح الجنة ولو نقص حسنة راح النار. فهل تريد هذا الموقف؟ إذن أكثر من حسناتك لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمتك. الحسنة يا إخوة هي غاية ما يتمناه العبد يوم القيامة. الإنسان إذا جاء يوم القيامة ماذا يتمنى؟ رب ارجعوني. ليش؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرجع ليعمل الحسنات والصالحات. أنت حي الآن، فماذا تنتظر؟ أن يأتي يوم القيامة فتقول رب ارجعون، وإذا انتهى الحساب يوم القيامة وأقر كل واحد بعمله ينصب ميزان عظيم جدا توزن فيه حسناتنا وتوزن فيه سيئاتنا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أكثر من الحسنات. والله يا إخوة أمامنا عقبة كؤود، أمامنا يوم عظيم سنقف فيه نوزع حسناتنا على من اغتبناهم وعلى من اخطأنا في حقوقهم وعلى من قصرنا معهم، فلنكثر العمل الصالح لعل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. أعطيكم قصة مثال احفظوه مني، هو مثال ليس قصة حقيقية. كان هناك رجل يركب سفينة في البحر، غرقت السفينة ولم يسلم إلا هو، ثم سار به الموج حتى وصل إلى جزيرة. فلما نزل إلى الجزيرة وجد أن هناك رجل مصلوب وحوله ناس يلفون حوله، ثم أتى إليهم وقال لماذا تصلبون هذا الرجل؟ قالوا أنت لست من أهل هذه الجزيرة؟ قال لا. قالوا إذن تعال حياك الله، نحن في هذه الجزيرة، من يأتينا غريب نجعله حاكما علينا فترة من الزمن، ثم بعد ذلك نأخذه من هذه الجزيرة الغناء الجميلة التي فيها كل شيء ونرميه في تلك الجزيرة القاحلة التي لا ماء فيها ولا طعام، وأنت بما أنك حضرت الآن فسوف ننصبك أنت الحاكم علينا، ثم بعد ذلك اعلم أننا سننفيك في تلك الجزيرة كما نفينا هذا الرجل. فقال والله بئس هذا الحكم، ما أريدكم ولا أريد حكمكم. قالوا مضى الأمر، ثم بعد ذلك فعلا أخذوا الحاكم الأول ورموه في تلك الجزيرة، لا طعام ولا زاد ولا أنيس، وهذا حكموه. فلما حكموه قال إذن تطيعوني في كل ما أقول؟ قالوا نعم. قال أول أمر اذهبوا إلى تلك الجزيرة واحفروها كلها آبار مياه. الآن بدأ يخطط للجزيرة التي سينفى إليها بعد سنتين أو ثلاث. ثم لما حفروا المياه قال الآن ابنوا قصرا عظيما هناك، ثم بعد ذلك بنوا القصر، ثم قال الآن اقلعوا كل الأشجار التي عندكم ازرعوها هناك. وبدأ يخرب هذه، يستمتع في هذه الجزيرة التي هو فيها ويعمر تلك الجزيرة. فلما انتهت المدة التي بينه وبينهم قال الآن اذهبوا بي إلى هناك أنا مستعد. فقالوا لا نذهب معك. فقال إذن أكون ملكا عليكم إلى الأبد. قالوا رضينا، هذا أنا وأنت. البحر هو أرحام أمهاتنا، لما خرجنا كان معنا مئات الملايين وكلهم رحلوا ولم يبقى إلا أنت، تعلقت في رحم الأم ثم خرجت إلى الدنيا. الجزيرة الأولى هي الدنيا والجزيرة الآخرة هي الآخرة. الأول انشغل بالدنيا وخرب الآخرة فانتقل من العمار إلى الخراب، أما الثاني فاستمتع بالدنيا وعمر الآخرة فانتقل من عمار إلى عمار أحسن منه، وهذا هو المؤمن. فأيهما أنت؟ لنتقي الله ولنستثمر حياتنا، فالحياة قصيرة يا إخوة، وقد لا يكون بقي من أعمالنا قدر ما مضى منها، فأسأل الله أن يحيي قلوبنا.